والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عندكم في الترمذي وصححه الألباني من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف تقرأ ألف لام ميم الله بيديك 30 حسنة ويضاعف الله لمن يشاء فما بالك لما تقرأ سورة من قصار الصور زي سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر دي فيها 43 حرف 43 حرفا الحرف بعشر حسنات يعني بس تقرأ إنا أعطيناك الكوثر لنهايتها الله يديك 430 حسنة سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 69 حرف يعني 690 حسن ما أجر كبير في حاجة شنو في حاجة ما مكلفة فما بالك لما تقرأ صفحة كاملة فيها كم حرف وما بالك لما تقرأ جزء جزئين ثلاثة فكيف إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره ده أجر كبير جدا يتفاجأ به يوم القيامة لما تختم القرآن وأخير من الزول يضيع زمنه ساي يا أخي الناس ياسي في رمضان في ناس مشركين للمسلسلات في مسلسلات رمضانية بجيبوها وفي واحدين بتاعين كورة برضو دوريات واحدين بتاعين غنى انت عارف في غنى ما بجيبوا إلا في رمضان أنا بركب في البص شايف الحاصل يجيبوا عمك كبير الله يهديه قولوا أمين يجيبوا عمك كبير قاعدوا بيجاي 6 بنات ولا 10 و5 أولاد وغني لنا يا فلانة وغني لنا يا فلان صاحب تقيلة جدا وفتران عمك ما قادر يقعد زي الناس في كرسي لما متكي شاي العكاز ولا مرات بيقعد غايته لكن في النهاية بصايب أنا بركب في البص ما تفتكر بمشي أشغلها راكب في البص يجيبوها يا قلبي تغني قول لها هاي اللي يا فهيمة ويتي مصيبة هسي دي ما مصيبة برا هسي الكلام ده ما مصيبة برا فدي كلها مصايب في رمضان وبلاوي فإنت تحافظ على الزمن تقرأ قرآن وابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا بيجتهدوا بل كان ابن عمر يقرأ من كتابه من المصحف لا يتلم أن تقرأ من المصحف الأجر شوف البصر واللسان والتدبر ودي كلها والسمع دي كلها عبادات والله سبحانه وتعالى قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه شنو مسؤولا والإمام مالك قيل كان إذا دخل رمضان ترك التدريس إلا لحاجة ضرورية يسألوه فكان يجتهد في القرآن بل قال بعضهم كان الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 ختمة يعني في اليوم مقدار شنو ختمتين وده كله اجتهاد في أن يقرأوا القرآن في هذا الشهر فإنت أقرأه في الشهر ده وفي غير الشهر ده يكون عندك ورد من القرآن طوالي تقرأه ما بكلف اليوم 24 ساعة لو الزول أدى منها ساعة بس للقرآن ده فبكون فيها خير كثير الوقفة الثانية تدبر القرآن الزول يدبر القرآن لأنه الله سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل والآية دي ما تمر فيها ساي الله ذكر لك الجبل صلب
وإذا كان الجبل معاه صلابته لو نزلوا على القرآن بيشقق بيصدع. فمعناه أنت لو قلبك ده ما بيتحرك للقرآن معناه أشد قساوة من شنو؟ من الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر القرآن يا أخي. الجن ده ما عالم عجيب براو. مع إنه الجن عجيب بعد ده قالوا إنا سمعنا قرآنا شنو عجبا. هو الجن ذاته عجيب وتعجب من القرآن. أنت عارف ليه؟ لأنه في واحد من العلماء المعاصرين أو من أهل العلم اسمه محمد سعيد رسلان في مصر ألف كتابا سماه فضل العربية، اللغة العربية. فلما جاء بالقرآن قال العرب في الجاهلية الأولى قريش كانوا أبلغ الناس. الناس بيجيون للحج فبيختاروا أفضل الألفاظ أو أبلغ الألفاظ، فهن لهجة أبلغ اللغة اللهجات. قال والناس كانوا كلام على قسمين، إما شعر أو نثر. قال وهذا القرآن حير العرب فما استطاعوا جعله من النثر. قالوا ده كلام ساي. قالوا لا لا ما بيجي. وما استطاعوا جعله من شنو؟ من الشعر. حيروا مرة واحدة قالوا خدتوا كلام ساي. لا لا ما كلام ساي. شعر ما شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. عشان كذا السلف كانوا يتدبرون القرآن. القرآن ده تتدبروا لما تمر بآية فيها عذاب تقيف تفكر وتخاف وتدعو الله ينجيك. لما تمر بآية فيها رحمة تقيف وتتدبر وتدعو الله يرحمك. لما تمر بآيات فيها ذكر الجنة ترتاح فكر في الجنة والنعيم اللي فيها. تمر بآيات فيها ذكر النار تفكر تتدبر. والقرآن فيه قصص، قصص الأنبياء والرسل. ومن بلاغة القرآن أنك إذا قرأت قصة من القصص في غير القرآن أو قرأت أبياتا من الشعر كما قال ابن عثيمين في شرحه لمقدمة التفسير لابن تيمية، قال شوف المعلقات السبع مع البلاغة فيها. قال انت لما تقرأ الكلام كم مرة بتميل والبلاغة بتاعته بتقل، لكن القرآن قدر ما تقرأه بتلقى البلاغة زايدة. تقرأ سورة يوسف تمشي في القصة دي تمام، تجي بكرة تقرأ كأنه أول مرة تقرأ، تاني تمرق بفوائد، تاني تجي تقرأ تمرق بفوائد وما بتزهج ولا بتمل، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. بل الكافر المشرك الله قال عنه إنما المشركون نجس قلوب نجسة. لما نسمع القرآن الله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال شداد بن أوس رضي الله عنه صلينا صلاة الفجر خلف أمير المؤمنين
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كبر وصار أصلع، كان أجلح زي ما قال ابن الجوزي، قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طوالا أبيض أمهق شديد البياض، أجلح أصلع، أجلح وبعد فترة بقى بعد كبر بقى شنو أصلع، وكان محمر لا في عينيه حمرة، عيونه فيها حمار، وكان تحت عينيه خطان أسودان من البكاء، وكان خفيف العارضين كث اللحية رضي الله عنه، ده وصاف. فقال لك شداد بن أوس قال صليت أو صلينا صلاة الفجر خلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكانت صلاة الفجر ملأ المسجد ملان، فصليت في آخر الصفوف، وقرأ بنا أو فقرأ بنا عمر بن الخطاب سورة يوسف، وكان كثيرا ما يقرأ بها في سورة الفجر في صلاة الفجر، 110 ولا 111 آية شوف أو أكثر، أكثر من 100 آية يصلي بهم في صلاة الفجر، وشوف بيقرأ شنو بتمهل. قال فلما بلغ قول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام الآية 88، ولما بلغ قول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، قال شداد سمعت نشيج عمر، وآخر الصفوف سمع النشيج، النشيج يعني البكاء حتى يتحرك جسده، كانوا يتدبروا القرآن. شكي في تفسير ابن كثير أن تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه صلى بالليل فقرأ آية وأخذ يرددها حتى برق الفجر للصبح، آية بس بيرددها ويتدبرها ويبكي أو يتدبرها، وفعلا الآية بتستحق من سورة الجاثية، قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات، شوف الآية دي مخيفة كيف، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال لك زول بتاع ذنوب ومعاصي، واحد مؤمن مستقيم، ده المعقولة حياته تكون واحدة؟ وبعدين ده يموت حسن خاتمة، وده حسن خاتمة موتة تكون واحدة؟ ساء ما يحكمون. فالصحابي لما قرأ الآية دي بقى يتدبرها لما الصبح جاء. وفاطمة زوجة عمر ابن عبد العزيز قالت قام عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فقرأ سورة القارعة، فلما بلغ قول الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث قالت فبكى حتى أغشي عليه لما انغمر، فلما أفاق قال اللهم ارحمني في يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، قالت ثم بكى حتى رأينا خيوط الدم تحت عينيه. قال الذهبي أو ابن رجب، قال أحدهما الذهبي وما بلغنا هذا عن أحد قبله ولا بعده، ابكي لما الموية تكمل يجيب خيوط دم، قال ده ما سمعنا إلا في الزول عمر بن عبد العزيز. فكانوا بيتدبروا القرآن ما تمر فيه ساي، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته شنو زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أشكي ابن باز
رحمه الله في كتاب فتاوى علماء البلد الحرام، سألوه قال له الزول كيف يعالج قسوة القلب، الغفلة والانشغال بالدنيا وقسوة القلب وقلة التدبر إلى آخره وقلة الخشوع، كيف يعالج المشكلة في القلب دي؟ قال بذكر الله. وأنا والله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن شنو القلوب. وذكر أمورا قال وبالقرآن، القرآن ده بعالج لك القلب، تقرأ طوالي وتتدبر بعالج القلب. قال ابن باز والدليل قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فإنت تدبر القرآن ما تقرأ ساي، يغسل واحد لله المثل أعلى، لو جابوا له ظرف رسالة قالوا الرسالة دي ادت لها الرئيس أو الوزير الفلان، بيفتحها كذب على الله بس وبيدعها ولا بفكر فيها، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى الأخ العزيز فلان ابن اقعد عاين للأخ العزيز دي تلي ساعة لك يا زول. الرئيس ذاته قال لي الأخ العزيز لما نتنفخ ذاته وتاني ويقرأ يا أخي ده مش قالوا رئيس، قالوا الله سبحانه وتعالى، الله الخلق الكون قال الكلام ده، يتدبر فيه أقرأه آية آية ويتأمل فيه. رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها دعاء دعا، إذا مر بآية فيها سؤال للجنة سأل الله الجنة، استعاذ من النار استعاذ بالله من النار، وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم. فدي الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة العمل بالقرآن، وأنا أختم بدي القرآن ده تعمل به. أول شيء مريطة ابن القيم قال القرآن فيه شفاء لأدواء يعني لأمراض القلوب والأبدان، ما شغل القلوب بس سحر وعين ومس بس، لا لا البدن ذاته القرآن قال لك فيه شفاء له. الله قال كذي كتاب قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فابن القيم فهم أن القرآن فيه شفاء لأدواء لأمراض القلوب والأبدان. جاءت الجحة أقرأ قرآن برضو، شكذي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا وقصة طويلة رقى بسورة الفاتحة، سورة الفاتحة دي رقى بها رجل رجلا آخر وهو زعيم في قومه، لما لدغ واللدغة عقرب أو دابي، وده في البدن ولا في القلب؟ في البدن. بعد ده الرجل ده رقاه بسورة الفاتحة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك أنها رقية، يعني كأنه أقره على أنها رقية سورة الفاتحة. الولد بالليل جاته حمى أقرأ له عين شغالة ومس ومصائب كثيرة، انت ذات جاتك ملاريا أقرأ بعد ذاك وأدعو الله بالشفاء تاني، سوي السبب التاني أمشي الدكتور ما مشكلة، لكن أقرأ أقرأ. والقراية يا إما تقرأ وتنفث يا إما تقرأ وتنفث في موية، لكن قصة تجيب لوح تكتب في القرآن بالسكن وتحطه في موية في باغات ويبيعوها دماء من الدين، والله الرسول ما عملها صلى الله عليه وسلم، سموها محايا. وقصة إنه تكتبها وتحرقها تتبخر بها بخرة، رسول والذي رفع السماء ما عمل كده، لكن تقرأ قرآن تقرأه لنفسك أو لغيرك أو تقرأ وتنفث في موية تشربها كويس جدا ما مشكلة. بعد ذاك القرآن ده تعمل به، لأنه القرآن كله انت تقرأ من الفاتحة للناس
بتلقاه عليه اسمين عشان تفهم القرآن من القواعد. القرآن كله على قسمين، إما أخبار وهي أصدق الأخبار ويتصدق تؤمن بها، وإما أحكام وهي أعدل الأحكام وأنفع الأحكام. إنت تنقاد ليها. وابن كثير قال الدليل على التقسيم ده قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في شنو؟ في الأحكام. تصدق طوالي قالوك القرآن ده قال لك القيامة عندها علامات ساعة، ما تقول ما عندها. الله قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء شنو؟ أشراطها. قال لك في دابة قبل القيامة بتتكلم، تصدق طوالي من جوا قلبك. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والصحابة ذلك كانوا بصدقوا، كان إيمان قوي. يا أخي في حديث في البخاري وعنده روايات تانية بمجموع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء، شوف الصحابة بصدقوا كيف النصوص، ونحن كثير مننا مرات شوف بلخبط كيف، ولك يا أخي ما معقولة ما بتجي يا أخي، يا ذول كلام الله كيف ما بتجي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف ما بيتصدق طوالي بيقين كامل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، شوف القصة دي جميلة كيف، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما كنت أمشي في الغابة إذا برجل يركب بقرة لكن في ظهر البقرة. قال: فالتفتت إليه البقرة، حديث في البخاري وفي روايات أخرى، فالتفتت إليه البقرة قالت: ما لهذا خلقنا، ما خلقونا يركبوا في ظهرنا، وإنما خلقنا للسقي والحرث إلى آخره. فتعجب الصحابة قالوا: يا رسول الله، بقرة تتكلم؟ شوف الصحابي ده قال في بقرة تكلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما شاف الكلام ده، لكن الوحي بجيه من شنو؟ من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاء التصديق من فوق للصحابي ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بهذا. صحابي ده كلامه صح، أنا أؤمن بهذا. وأبو بكر وعمر، يعني أبو بكر ذاته مصدق اللي أنا صدقته، وعمر ذاته مصدق اللي أنا صدقته. الراوي قال: وليس في المجلس أبو بكر ولا عمر، ما في جن، لكن قالوا الرسول قال كذي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن أبا بكر يصدق ما يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن عمر يصدق ما يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فطوالي واحد مشى لأبي بكر الصديق قال: يا أبا بكر رضي الله عنه، بقرة تتكلم؟ في بقرة قال لي بتتكلم؟ قال: لا. قال: ولكن رسول الله يؤمن بهذا. قال: إذن تتكلم. ألوكة الرسول قال بتتكلم؟ خلاص بتتكلم، قال أصلا أنا آمنت. قال فذهب إلى عمر قال: يا عمر، بقرة تتكلم؟ قال فرفعه من ثوبه بيده حتى تحركت قدماه، رفعه فوق وقال: أجننت يا رجل؟ في بقرة قال لي بتتكلم؟ قال: ولكن رسول الله يؤمن بهذا. قال فوضعه، قال: إذن تتكلم. معليش قال لي، أنا قالك جبتها من راسك زاي، وكيت قال الرسول قال له وكتاما بها معنا بتتكلم؟ قال لي. فأخذوا منا إنهم كانوا بصدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وهو أصدق من تكلم من البشر صلى الله عليه وسلم. وكذلك القرآن تصدق في كل شيء،
قال لك خبر خبرا من الاخبار تصدق. عشان كذي كثير من الناس عقيدتهم انحرفت لما بيعدوا من القران. زول تقول لا الله قال في القران قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، مش ايه واضحه؟ وما يشعرون ايان يبعثون. تقول لا غير الله ما بيعلم الغيب احد كائنا من كان. يقول لك لكن زولنا ده بيعرف الرايحه وين يا اخي؟ ما بيعرف. يقول لك الله ما اطلعه. الله قال لك في القران وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هاك رايك شو؟ يقول لك يا مولانا انت بتنكر؟ لا ما بنكر ساي، القران قال كذا. قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ يا رسل انتوا بعد فارقتوا الدنيا حصل وراكم شنو؟ قالوا لا علم لنا. شان ما زول يقول لك فلان مات لكن شايفنا ونحن بنناديه وبيسمعنا. انت صدق القران؟ الله قال لك في القران قال لك غير الله ما بيعلم الغيب، وقال لك الجن ذاته ما بيعلم الغيب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، اي سليمان عليه السلام، الا دابه الارض تاكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما بيعلموا الغيب، ما بيعلموا الغيب الا الله سبحانه وتعالى. ملائكه الله قال عنهم وعلم ادم الاسماء كلها. قال ابن كثير اي اسماء الاشياء، قال لدي شجره وده جبل والراس مع الاشياء. وقت ذاك الملائكه لسه ما عرفوها. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا شنو؟ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يا أخي ملائكة جو في شكل رجال، جو لإبراهيم عليه السلام ما عرفوا، مش جاب لهم عجل، شوف الكرم ده، عجل مش قبض له عتود من الزريبة مرضان، قال اصله ده كان عانين منه بارك، جاب له عجل عديل كريم وقدموا له حنيف سمين ومجهز قدموا له. بعدين فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. قال هذول نحن ملائكه، ما كان يعرف انهم ديل شنو؟ ملائكة. هنا أخذوا منا لو كان إبراهيم عليه السلام يعلم الغيب لعلم أن هؤلاء شنو؟ ملائكة. ثلاثة مسائل موسى عليه السلام، الخضر قبل المسائل دي قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به شنو؟ خبرة. وهناك موسى عليه السلام بعدها قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرع. فلذلك انت الغيب ده ما يعلم الا الله سبحانه وتعالى. يا اخي سليمان عليه السلام سخروا للجن والطير والبشر والى اخره. بعد ده رب العزه والجلال قال وتفقد الطير، دي اخبار القران انت تصدقها، وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال الهدهد، فقال أي لسليمان عليه السلام أحط بما لم شنو؟ بما لم تحط به. قال أنا عندي خبر أنت ما عندك، معناه أنت ما بتعلم شنو؟ ما بتعلم الغيب. فالغيب ده اياك تمشي لزول تقول انا عندي غنماية راحت، ما بقول لك طوالي وبقول لك في الكوشه اللي جاي
وده بيمشي بالقاه في الكوشه بيقول خلاص الزول ده بعرف الرايح. هي غنمايه راحت بتمشي وين؟ تمشي الطرمبه محل البنزين ولا بتمشي الكوشه؟ اي غنمايه راحت بتمشي الكوشه دي ولا دار لها اي طوالي تلقاها في الكوشه. ذهب راح ولا تجيب 500 نجيب لك الذهب، انت جيبه شيل غويشه وجيب الباقي تدفع ال 500 مطلب. يا اخ واحد والله حكى لي قصه عجيبه مره، واحد انا ما دار اجيب اسم زول معلش، قال قاعد مع واحد في الجزيره ذاك عامل فيها بعرف الغيب، جاته مره قالت لها الشيخ انا ولدي رايح، وهو سبحان الله جاب بلدكم دي، جاب اسم بلدكم دي، قالت له انا من الجزيره، قالت له انا ولدي رايح هاكدي 500 شوف لي ولدي وين، قال عاين، قال لا ولدك لا في في بور سودان جاب بلدكم دي. طبعا كان جات هنا لقته ماف ترجع له، ما لقيته مشيتي وين؟ والله مشيت جنب السفن. لا لا انا قلت لك امشي سوق البصل، سوق البصل ثاني يوم تلقاه. المهم فقال المرأة طوالي مشت دارت تجي البلد دي، فقال قاموا خلى الشيخ غفل شال فردة المركوب جلابته جيبه كبير دخله جوا الجيب وسخ الجيب. فقال بعد مشت الشيخ كورك قال نعلاتي وين الفرد الثاني؟ شوفوا المرأة ما تكون شالتها. قال لا الشيخ تشوف الولد في بور سودان نعلاتك في جيبي ما شفتها؟ هو الشيخ انت شغلتك دي ما نجيضة والله، انت قال لي شفته في بور سودان النعلات في جيبي ما بتشوفها كيف؟ مصائب ثقيلة جدا. لذلك انت عارف القرآن ده أخبار الصديقة يا ناس، والذي رفع السماء. في ناس بيقولوا كلام يحيروك مرة واحدة، هسي تخش اليوتيوب في دكتور بيدرس في جامعة أم درمان الإسلامية ما بريجيب اسمه، الدكتور ده جابوه في محاضرة أو في مولد قال لهم نحن عندنا في السودان الشيوخ بدوا المطر والمطر ذاته بحسب الطلب، البياض كبير معناه مطرته شنو؟ هاي قال تلقاين مزرعتين بينات انترس حواشتين، قال بيجاي مطر وبيجاي ما في مطر، قال السبب انه ده دفع البياض وده ماله ما دفع البياض، قال لين فيك وهابي ولا وهابي ولا ايش ولا وهابي ولا تبقى وهابي ولا تبقى صوفي ولا اخو ابقى مسلم بس، قال لين فيك وهابي يقول لك ما تسال الله، أهابي تسأل الله وما بيديك مطر، تمشي للشيخ بيديك مطر، والذي رفع السماء ده دكتور بيدرس في جامعة أم درمان وبدرس كل الطب تفسير، أنا ما عارف الزول ده سورة الواقعة بس ما قرأ، الله قال في سورة الواقعة أفرأيتم الماء الذي تشربون، شوف السؤال ده واضح كيف، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن شنو؟ المنزلون، مش واضحة؟ ثاني خلي باقي الآيات، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، دي كلها خليها، بس الآية دي أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فصدق القرآن، إياك تمشي تتزوج سنتين ثلاثة ما جبت جنة ولك مش ده بيديك جنة، كيف بيديك جنة؟ والله يقول في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله قال ولا يحل لهن في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وقال في سورة الرعد قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، على الأقل أشوف بعد قال شو، أم جعلوا لله شركاء
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الجنة ده ولده في 9 شهور الخلق منه لده كل منه الله وده لده كل منه والله أدانا لفلان أيوة أهل خلق والله عنده كراعين ده اللي ده كل فلان عنده كم كراع 2 ده حق الله ذاته كان عنده 3 كان معليش تجيبه في جريدة الدار وتقول ده براو لكنه عنده 2 وعنده أضانين وعينين ونخرة فيها قدين وأي شيء 2 في الغالب تجي تقول وده يا وزي ده نفس الشيء تجي تقول فتشابه الخلق عليه فهذه كلها عقائد لمفارقة القرآن أنهم فارقوا القرآن لكن لو بقريت القرآن ده بتكون على يقين تام أن الأمر كله بيد الله وتطبقه تعمل به مو مش تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وده عند ناس اللغة معروف أنتوا الحمد لله تعرفوا تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر إياك نعبد مش قال له نعبدك يا الله ما قال كده إياك قدم المعمول على العامل إياك نعبد يعني ده حصر ما بنعبد إلا أنت وإياك نستعين ما بنستعين إلا بك يقول في الصلاة يعتر في باب الجامع استعين بغير الله يا ألحقونا يا ناس والله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو عشان ما تعلق حاجة في يدك زي واحد في الحاجوز في سمعته بيتكلم معليش أنا طولت عليك وأنا مارق ذاته بس أصبر لي دي دارتي خلاص قربت واحد في الحاجوز في سمعته بيتكلم قال في واحد ببيع حجبات جاء عمك دار يمشي المزرعة بحمار وراكب الحمار فقال قال له بتاع الحجبات قال له اسمع اديك حجاب من العقرب لانه في المزرعه في عقارب قال لا اخوي انا المزرعه دي ولا نازل من حماري ده كان اصله في حاجه للعقارب اديها للحمار ده اصله بداويسه بكرعي وانا اصله ما نازل قال قام ده قال له الحمار بيحفظه الله لكن بديك انت طيب قال لا الله حفظ الحمار ما بحفظني أنا ما أكرم منه والحمار حفظه يا الطفل الله يحفظه 9 شهور في بطن أمه أبوه يمرق الشغل ويجي أبوه ما قادر يقدم له موية لأنه هو في البطن أمه هو في بطنه أمه ذاته ما تقدر تتصرف فيه بس تكون عاملة حسابها ببرة ما تركب ترابيزة وتقع ما تعمل لكن جوا بغزي الله 9 شهور في الضيقة دي يحفظوا مرقته برا يجيبوا لك أمون يربطوه ده لجنو بيحفظوا يا ناس الجوا حفظوا منه الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهكذا جميع القرآن بما في العقيدة في أي شيء قريت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تاني تغض فينو بصرك مش تمشي المسلسلات والحلقة الأخيرة وتشاهد غدا والبطل مرقوا براء الجماعة يبكوا يا ناس بتبكوا مالكم لك والله مرقوا براء مسلسل يبكوا فيها الغنى يبكوا فيه والله قال لك بيسألك من السمع يوم القيامة السمع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا القرآن ما بيتدبروا تلقاه مشغل له غنية هناك دموعه سائلة براء بتبقي مالك شاب تلقاه في الزقاق براو ولا في الظلمة ولا يقول لك أنا ما شغلتها ما بقدر أنوم هشنو يقول لك ساب البلد يا تو بلد هو ساب براو انت ما بتسيبها والله الذي رفع السماء لقيت واحد بيسمع على الفنان ده قلت له الفنان ده مات ولا حي قال لي مات قلت له انت بتريده قال لي هاي قلت له كنت بتريده ما تدعو له بالرحمة وتوقف غناه عشان ما تجي سيئات في قبره قال لي دقس براول قال لي غني منه أنا بتكيف له يا أخ قال لي يا أخي تورطوا في قبره كان ما الله تجاوز عنه ما الناس
والله موهوم. اقرا سورة القيامة كلها ما تأثر فيه. اسمع غنية تلقى يبكي. فلذلك انت القرآن ده كله تدبر وتعمل به. والدليل ما أخرجه الإمام مسلم. وأختم بهذا الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وده حديث جميل جدا, يؤتى بالقرآن يوم القيامة. القرآن ده يؤتى به, يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله, يعني ويؤتى بأهله وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. القرآن ده تعمل به يوم القيامة, يكون حجة لك أمام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك فيكم وفي إمامكم وفي الإخوة وفي الجميع, وأن يوفقنا وإياكم لتلاوة كتابه ولحفظه وتدبره والعمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم. السلام عليكم.